الرحمن الرحيم، النهارده بنسجل فيديو جديد لشجرة النيم. طبعا زي ما حضراتكم شايفين الارتفاع والتدوير في الصفايح، وده الهدف الاساسي من نشر الشجره، ان هي تكون في المقام الاول تكون شجره شوارع طبعا، وتديني فايده بيئيه. طبعا شجره النيم لو انا حبيت ازرعها في الشوارع، بالنسبه لظروف الزراعه طبعا بتزرع على جانبي الطرق او في الميادين، كشجره زينه او شجره ظل. طبعا المسافه البينيه بين كل شتله وشتله او شجره وشجره بتبقى من 7 ل 10 متر. يفضل طبعا ان انا لما باجي بزرعها في المشتل عندي وبدورها في صفيحه، بحط سندات وبحاول اوصلها لاطول طول ممكن، طبعا عشان ما يحصلش عمليه كسر او يحصل اي مشكله بالنسبه للشجره. طبعا زي ما حضراتكم شايفين هي في ارتفاعات مختلفه للشجره. الشجره طبعا لو انا هستخدمها بالنسبه للاستخدامات كزراعه داخل غابه مصغره، ان انا عشان احصل على الاوراق او البذور او الاخشاب، طبعا يفضل ممكن ازرع 5 في 5 كمسافه بين الشجر وبعضه. الاوراق طبعا لها استخدامات كتيره جدا، وطبعا الاوراق غنيه بالبوتاسيوم والفوسفور، وده طبعا موجود في ابحاث. بالنسبه للبذور نسبه الزيت فيها بين 45 ل 60% زيت. الاخشاب طبعا مقاومه للنمل الابيض والجراد وافات كتيره، ولها استخدامات في الصناعه. طبعا استخدامات الشجره بشكل عام بتستخدم في مركبات طبيه ولقاحات بيطريه ومستحضرات تجميل، ودخول في صناعه المبيدات. الشجره طبعا بتحمل درجات الحراره بتوصل لدرجه 50، وموجوده في الهند وموجوده في السودان وموجوده في بعض الدول العربيه زي الامارات والسعوديه. طبعا احنا داخلين على تغيرات مناخيه وندره في الميه وارتفاع درجه الحراره. طبعا هي بتتعامل مع ندره الميه وممتازه برده، بتتحمل ملوحه، بتتحمل ملوحه الميه والتربه، بتحمل التلوث طبعا. وممكن ان انا استخدمها في الحدائق الخاصه والحدائق العامه، وهي ممتازة في الفترة اللي جاية، وأتمنى انتشارها. وطبعا في منتجعات كتيرة بتستخدمها برضو في بعض الدول العربية، وأتمنى إن هي تبقى موجودة في منتجعات أو في الفيلل أو في القصور أو داخل مصر، وتنتشر في الحدائق العامة والخاصة. تحياتي لحضراتكم، مهندس هاني زريق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.